الحمد لله الذي لم تتم الصلاة أخيرا. والله أخيرا تعرفي أنا عرفت أنه مرة خطر أني أنا ما أغسل السيارة بالوساخة اللي كانت عليها، أنه صرت أطالع يمين ويسار ما أشوف السيارات، قلت خلاص وجبت. ماني بهبد أهو، قطع توست كده، ما أدري ليه حسيت أنه أبو شيء هو في النهاية بيض، بس يعني شكل ثاني. أوكي حمرت التوست كده من الوجهين، أعطيته تحميرة خفيفة. قلبته قلبته وبعدين خلاص ما ابغى ينشف، حرمي عليه من التدلة. This is it. حطيت افوكادو، حطيت جبنة تشيدر. صباح المستودعات يا عمال العمالية. الميلك فروثر اخذتها من الدانوب، يمكن ب199 ريال، 200 ريال، صار لها عندي 3 سنين تقريبا او سنتين، بس بطلة ممتازة الصراحة. ما اعرف ايش البراند، بس اذا رحت الدانوب لين دحين تحصلوها وعليها ضمان. اتخربت هذه واحدة الله يهديها، وصلت لي هي، فلما وصلت لي هي هذا انطع، ما ادري ايش سوى، طاح عليها هذا انطعج عليها وهذا تكسر، فهم غيروا لي اياه فري يعني بموجب الضمان، فمرة بطلة صراحة. حاليا هذا اللي بستخدمه، مكملات كولاجين، احط منه يا على الموية يا على القهوة. هو ما في طعم من غير طعم، بس في منكه ما منكه تلعقوه، بس انا دايما استخدم هذا الغير منكه. عاد أنا لما أحط كولاجين في القهوة مستحيل أسيب شيء جزء منها في الكاسة، إنه أحس إنه بشرب قهوة مرة غالية. هذا البري ورك أوت حقي، سيرمناية خالي من الجلوتين، خالي من الطحين، وخالي من السكر. ماي كوفي. يامي.
من زمان انا ما خرجت في جدة في هذا الوقت. صار يبغى له ميزانية يا جماعة. جدة مكة مطر وجدة غبر، مكة مطر وجدة غبر، مكة مطر وجدة. الحمد لله الحمد لله الله يسعدكم خير ويسعدكم شكرا شكرا شكرا. يا اهلا وسهلا، السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ ايش رايكم؟ لساتني صامله ومستمره انزل فلوق. ادري المحتوى المره هذه مو كثير صراحه، مع اني انا سويت اشياء مره كثيره وكان اسبوع مرهق بالنسبه لي، بس مش كل شيء كان ينفع يتصور، فقلت خليني اكمل معكم مشوار اخر مره. اللي ما كملته واللي ما شاف الفلوق يروح يشوفه. المهم نجي لموضوعنا، الموضوع اللي كنت هكلمكم عليه المرة اللي فاتت وكنسلت، اللي هو كيف الواحد يقدر يتخذ قرار، أو كيف إحنا ممكن نطبق الجملة هذه. شوفوا، يمكن أنتوا تقولوا والله من الغباء إنه الواحد اللي دحين مش مكتشف طريقة إنه هو يتخذ فيها قراراته، لكن أنا أبغى أقول تجربتي يمكن في حد يستفيد منها. أنا كنت دائما لما أسمع الجملة هذه أحس إنه اتخاذ القرار حاجة مرة صعبة ويبغى لها كده يعني كوميتمنت ومجهود والتزام وصبر ومدري إيه، ألين ما مر في موقف حسسني إنه أوكي مش شرط اتخاذ القرار يكون حاجة مرة صعبة. خليني أحكيكم. مرة سويت هرجة في الشغل، يعني خليني أقدر أقول إنه هو كان موقف بطولي، ما راح أدخلكم في التفاصيل، بس خليني أقول إنه الحكاية أو الموقف اللي أنا اتخذته كان في مصلحة ناس مرة كتير. يعني خليني أقول من كتر ما كان الموقف هذا بطولي يمكن الناس ضلوا يتكلموا عن الموقف هذا معايا يمكن 6 شهور قدام. أنا دوامي كان شيفتات، فكل مرة أطلع الدوام يكون الناس غير، وكل مرة ينفتح الموضوع مع الناس هدول، يعني شيفت جديد ناس جدد يفتحوا الهرجة هذه. فمشاعر الناس اللي كانوا يكلموني أو خليني أقول وعيهم، يعني من فين كان يطلع الكلام، مصدر وعي الكلام اللي كان يطلع من الناس هدول كان مختلف. يعني في ناس كانوا بنية الشكر، في ناس كانوا بنية الاستهزاء، في ناس كان بنية إنه حسسوني بالذنب، في ناس كانوا بنية، يعني النوايا كانت مختلفة. ومن بعد كل محادثة عن الموضوع أو مناقشة في الموضوع، يعني وصلت لمرحلة إني أنا خلاص ما عاد بفتح الموضوع هذا، وإن أنا مرة متضايقة، يعني لدرجة آخر أحد أتكلم معي في الموضوع كان ملبسني طاقية الواحد اللي سوى 7 موبقات. فأنا اتضايقت مرة، انزعجت وقعدت أقول إنه ليش أنا كل مرة أسمح للناس هدول إنهم يتكلموا معايا في الموضوع هذا إلا صار له 6 شهور، يعني ليش الموضوع اللي دحين ما مات. فأتذكر هذاك اليوم ما أنسى، أخذت كده ركنية وقلت كده بصوت بيني وبين نفسي، أنا أقرر إنه هذه المرة آخر مرة أتكلم فيها عن الموضوع أو أجيب سيرة الموضوع، وأنا أقرر إنه ما أسمح لأحد يأثر فيه بسبب هذا الموضوع. والله العظيم حرفيا من بعد
القرار هذا اللي أنا اتخذته مع نفسي، ما في أحد فتح معايا الموضوع هذا مرة تانية. فأنا كده زي اللي مع نفسي كده استغربت، قلت يعني معقول الموضوع اللي أخذ 6 شهور من طاقتي كان منتظر مني هذا الموقف، بس إني أنا في قرارة نفسي بيني وبين نفسي كده أنوي وأقرر إنه خلاص enough is enough. هذه واحدة من المواقف اللي ورتني إنه ترى اتخاذ القرار مش حاجة صعبة ومش حاجة يعني لازم أخترع لامية اختراع ولا تكون عندي شجاعة ولا يكون عندي ولا يكون عندي whatever. أنا دحين أبغى أعرف أنتوا إيش التقنيات اللي تستخدموها في اتخاذ القرارات. وبس والله هذا اللي كان عندي هذا الأسبوع أقوله. I love you so much. Take care. Bye.